كما شفتوا كانت عندنا لقاءات اجتماعات ترأس السيد ولي الأمن، وحضروها مجموعة من المساعدين ومجموعة من الأطر الأمنية. تطرق فيها السيد الوالي الإطار العام اللي جات فيه هذه السنة الميلادية، والأجواء اللي كتعرفها مدينة الدار البيضاء، لا سيما من بعد هذا المؤشر ديال وباء كورونا اللي كان في ارتفاع. إذا كان لابد أننا نعطيه فرصة للمواطن البيضاوي أنه يحتفل بهذه الأجواء دون من نضيقوا من الحرية دياله وحرية التحرك. كان لازم أننا نأخذ مجموعة من التدابير اللي كتضمن السلامة ديال المواطن، سواء السلامة الطرقية أو السلامة الجسدية أو الأملاك دياله. كيف ما سمعتوا في الكلمة ديال السيد الوالي، كانت مجموعة من الفرق ديال الشرطة القضائية، ديال الدوائر، ديال الأمن العمومي، اللي كان الهدف ديالها هو الوجود الإيجابي والحضور الفعال والإيجابي على مستوى الشارع العام، باش نعطيو واحد الثقة للمواطن البيضاوي يتحرك في أمان ودون تخوف. كذلك التنقلات تكون في مأمن. جندنا لهذا الغاية مجموعة من المصالح ديال حوادث السير. كتعرفوا أن الحركية كتكون من التبعات ديالها أو من بعض النتائج ديالها حوادث ديال السير. إذا باش يكون انتقال سريع. كذلك كان عندنا العدد الكافي ديال عناصر المرور اللي كنأمنوا واحد العدد كبير ديال المدارات، بالإضافة للجانب اللي هو كما تتعرفوا وقائي، كاين جانب اللي هو زجري اللي من خلال الرموز المتحركه اللي هما دراجيين وكذلك القاطرات، كنحاولوا اننا ندخلوا جانب الزجري باش نفتحوا المجال لعناصر المرور تشتغل في واحد الاريحيه وما تكونش الاسباب ديال العرقاله. كما شفتوا كاين واحد العدد كبير ديال الدوريات راجله كتحرك بالمحاور الرئيسيه. ركزنا على الاسواق، ركزنا كذلك على المطاعم وعلى المخبزات اللي كتعرف اقبال في هذه الظرفيه هذه. كذلك كيف ما شفتوا الشريط الساحلي فيه واحد تغطيه امنيه محكمه، فيها مجموعه من النقاط ديال الارتكاز، فيها قوات كذلك دوريات متحركه اللي كتعطي للمواطن البيضاوي واللي كترد على الشريط الساحلي كتعطي واحد الاحساس بالامن والوجود ديال العناصر الامنيه. هذا بشكل عام الترتيبات والاجراءات اللي خديناها بهذه المناسبات. بالعكس اللي لبسناه هو كاين واحد استحسان من طرف المواطن البيضاوي، لدرجه اننا احيانا كتكون شي ردود افعال اللي كتزيد كتشجعنا وتفرحنا. كتلقى اطفال صغار تيصفقوا تيشجعوا، كاين امهات واباء اللي كيتوجهوا لنا بالدعاء، الناس اللي كتعبر لك بالصدق عن الفرحة ديالها. وهذا الأمر هذا ما كيزيدنا غير حماس وكيزيدنا قوة أننا نبقاو، لأن كنلمسوا أن هذا المواطن كما تتعرفوا كيستاهل كل تضحية، لا سيما أنه عاش في هذه الظرفية كانت شوية كاينة قيود، ولكن ما يمكنش أننا نزيدوا نحكموا هذه القيود ونضيقوا من الحرية دياله. إذا تنحاولوا أننا نوفقوا ما بين الجانب الأمني وكذلك حرية المواطن في التنقل والاحتفال بهذه المناسبة السعيدة. تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.